عنف الملاعب والتمييز ضد غير السلافيين أمران ليس غريبين عن الشارع الروسي، لكن مقتل هذا الرجل برصاص اتهم القفقازيون بإطلاقه فجر توترا عرقيا ظل لسنوات يصنف في خانة الحوادث العرضية. خرج اليمينيون والقوميون تحت جناح المشجعين في تظاهرات جابت شوارع موسكو طلبا للثأر لأحد مشجعي فريق سبارتاك موسكو، وشعاراتهم لم تكن أقل من اطرد القفقازيين وروسيا للروس. مشهد بات شبه يوميا في العاصمة الروسية، لكنه لم يعد مقتصرا على القوميين الروس، حتى المهاجرين نظموا تظاهراتهم الخاصة، بعضهم اشتبك مع قوات الأمن وبعضهم الآخر اعتقل لحيازته أسلحة نارية أو بيضاء أو حتى للاشتباه في أنه من مثيري الشغب. اعتقل أكثر من 150 شخصا لحيازتهم أسلحة كالسكاكين والصواعق الكهربائية والمسدسات. مهمة الشرطة هي إيقاف واعتقال هؤلاء الذين يلقبون بالأبطال. كثيرة تلك الأسباب التي قيل إنها وراء انتشار الروح القومية في روسيا، بعضها ألقي على هجرة الآلاف من سكان الجمهوريات السوفيتية السابقة الفقيرة، وبعضها الآخر ألقي على الفراغ السياسي والثقافي الذي خلفه انهيار الاتحاد السوفيتي في نفوس الروس، بينما يوجد من يلوم السلطات الروسية نفسها لغضها الطرف عن الجماعات اليمينية التي أخذت بالترعرع في كنفها، صورة قد لا تكون المفضلة لدى سياسي روسيا، فبلادهم لا يفصلها عن تنظيم أكبر حدث رياضي في كرة القدم سوى 8 سنوات، فترة قد تكون كافية لتجهيز البنية التحتية لهكذا حدث، لكنها وبنظر الكثيرين غير كافية لتنشئة جيلا جديدا ينبذ العنصرية والعنف القائم على التعصب. حيدر الخير، BBC.